جمال حرا نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزرية بالدار البيضاء. نحضر صباح هذا اليوم للإشراف على عملية إتلاف كميات مهمة ومتنوعة من المخدرات، وذلك بحضور ممثلي المصالح المعنية والتي تأتي في إطار عملية مكافحة ظاهرة التجارة في المخدرات، الذي يبرز يقظة عناصر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وكذلك مصالح الشرطة القضائية. We'll be right back.